شيخ يعني عندي أطفال مرضى والله. شفاهم الله. ألو. أي نعم. وصلى الله عليه وسلم يقول ما نغص صدقة من مال. نعم. فأني جعل أرفق أموال طائلة عليهم فهل تعتبر صدقة هذه يا شيخ جزاك الله خير؟ أنت تنفق عليهم يا محمد؟ أي نعم نعم. طيب شكرا يا محمد. نعم نعم شكرا بارك الله فيك. العراقي يقول بأن لديه مجموعة من الأطفال المرضى شفاهم الله وكان الله في عونه وعون والدتهم. يقول أنفق عليهم وأعلم أنه الحديث الشريف يقول ما نقصت صدقة من مال، فهل يعتبر ما أنفقه على هؤلاء المرضى صدقة أجرني الله سبحانه وتعالى عليها؟ هم أولاده. أولاده نعم. نعم ما فيه نفقة ينفقها الإنسان إلا والله تعالى يأجره عليها، حتى ما يضع في امرأته، حتى ما يضع في فم امرأته من الطعام والشراب إذا احتسبه عند الله عز وجل فإن الله عز وجل يأجره. هذا في النفقة العادية، فكيف في النفقات الاحتياجية التي تمس صحة الإنسان وحياته أو مصالحه الأساسية؟ لا شك أن الإنفاق يكون هنا أعظم أجرا، ثم هو يجب عليه أن ينفق على أولاده لقول الله تعالى لينفق ذو ساعة من ساعته فمن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، ويقول تعالى هذا في النفق على الزوجات، ويقول في النفق على الأولاد وعلى الوارث مثل ذلك، أي عليه من الإنفاق على ولده كما قال تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك. فغير الله تعالى الإنفاق على الحمل، الإنفاق على المرأة في مدة الحمل لأجله، فكيف بعد ذلك؟ لا شك أن الإنفاق من الواجبات، وبه يتقي الإنسان الشر والضر. وأذكر في هذا ما رواه البخاري ومسلم في صحيحهما من حديث عائشة أنها امرأة دخلت عليها تطلبها حاجة فلم تجد، تقول فالتمست ما أطعمها فلم أجد إلا تمرة فدفعتها إليها وكان معها جاريتان، فالتمرة وهم ثلاثة الأم وبنتها، فما كان منها إلا أن شقت التمرة قسمين وأعطت إحداهما شقا والأخرى الشق الآخر. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قصت عليه خبر هذه المرأة في هذا الإثار، فقال لها النبي فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنهما سترا لها من النار، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا يدل على أنه ينبغي استحضار الثواب في الأنفاق على الأولاد، لأن بعض الآباء لما يكثر أولاده عليه في طلبات أو يتحمل مشقة مثلا عنده مريض أو مقعد من أولاده يتأفف ويجد، أنا أقول كل فلس كل قرش كل جزء من المال تدفعه في مصلحة هؤلاء سيخلفه الله تعالى عليك ويأجرك عليه في الآخرة. بارك الله فيك فضيلة.